ثلاثي نادي رياضي البنزرتي هي ثلاثي نادي رياضي البنزرتي علي المشاني ادم الرجابي والمثلوث يسكف سي سيسول. هو فما زوز لاعبين اللي تم الاتفاق عليهم قاعدين نتفاهموا في حكايه الفلوس، فما تقدم كبير ان شاء الله معناتها من هنا الغدوة بعد غدوة نشوف واش توصل الحكايه ان شاء الله. ماما نسمعنا فسخ عقد وسمعنا مش صح في النادي الافريقي، شنو صحيح؟ حتى انا سمعت اني فسخ عقد وخذ الجنسيه التونسيه البارح وصح في الكلوب، هو مازال معناتها سكونترا مع سيسيس ما فسخش عقده، معناتها الناس اللي كتبت البارح واللي قعدت عملت شوشره كامله راهو على الاقل كي ياخذوا معلومه يحاولوا ياخذوها صحيحه معناتها فهمت، لكن مامان يوسفوي لحد اللحظه هذه ما فسخش العقد نتاعو. زياد الدربالي سمعنا 6 شهور في ليبيا وعماد الواتي في الصين. بالنسبه لزياد الدربالي مازال تشوف ما حد شيء، بالنسبه لعماد الواتي تروسي طلب باش ياخذوا اعاره 6 شهور وبعدها افيك اون اوبسيون داشا، مازال باش ندرسوا الموضوع هذا توا اليوم ونشوفوا ناخذوا فيه قرار. نحكي على الفخر الدين الفرجاني، شفنا برشا تتاثر كبير من الجمهور من الاطار الفني والاداري في سيسس. هيك هي العشره معناتها كيما الحياه، كيما واحد تكون عنده حاجه عزيز عليه تمشي، كيما واحد في عائلته احنا عائله واحده. اليوم نتمنى لهم التوفيق وربي يوفقهم والحمد لله، هذيك اللي يقعد في كره القدم هو العلاقه الطيبه ما بين اللاعبين والجماهير نتاعهم.